بعد المشاورات مع اللجنة العلمية واللجنة الصحية ونظرا للوضع الوبائي، تقرر ما يلي: الإبقاء على الحجر الصحي إلى غاية 13 جويلية 2020 بنفس الإجراءات الحالية حسب مرسوم التنفيذي ل 13 جوان 2020، والذي حدد رفع الحجر الصحي عن 19 ولاية وإقرار الحجر الصحي من 8 إلى غاية 5 صباحا في 29 ولاية. ويتعلق الأمر بالولايات التالية: بومرداس، سوق أهراس، تسم سيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنا، البويرة، غاليزان، بسكرة، خنشلة، مسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، المدية، البليدة، برج بوريريج، تيبازا، ورقلة، بشار، الجزائر، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بجاية، أدرار، الأغواط، والوادي. ومن جهة أخرى، وحسب البيان، وفي الحالات التي تقتضي فيها الوضعية الصحية على الولاة وبعد موافقة السلطات العليا للدولة، بإمكانهم إقرار حجر جزئي أو كلي يخص عدة مناطق، بلديات وأحياء التي ينتشر بها الوباء. وشكرا.